السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. سقوط معتبر للثلوج صباح هذا اليوم على قرية ثنية بلدية عموشة ولاية سطيف على ارتفاع قدر ب 1200 متر، وكذلك على جبال أيت إسماعيل شرق بجاية. مناظر خلابة، الأراضي تكسوها الثلوج البيضاء، فستان أبيض رائع في شهر أفريل، رحمة ربي وخير كبير إن شاء الله، عام تخير يا رب العالمين على كل الجزائريين وعلى أمة محمد أجمعين. نخليكم مع هذه المقتطفات من المناظر الموجودة في ثنية الطين في هذه القرية، مناظر رائعة وأجواء باردة جدا. دائما قلوبكم مرتبطة والحذر في السياقة، لأن الانزلاقات أكيد راح تكون، أكونوا حذرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.